طبعاً الوسط الثقافي كله في انتظار حدث ثقافي مهم جداً، وهو انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته 54، ومن المقرر أنه ينطلق في الفترة ما بين 24 يناير ل 6 فبراير من السنة الجديدة إن شاء الله. عشان كده صورنا في يحكى أن تقرير مع الأستاذ سعيد عبدو رئيس اتحاد الناشرين المصريين، نتعرف منه ومن خلاله عن أهم استعدادات الاتحاد معرض الكتاب القادم، وإيه أوجه الدعم اللي هيتم تقديمها لدور النشر لتشجيع صناعة النشر. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. بيبقى في موعد معرض الكتاب في يناير، وده الحقيقة الميعاد ما بيتغيرش كل سنة على أكثر من 50 سنة. بيبقى في حاجتين، الناشر بيجهز طوال العام لحضور هذه الاحتفالية الكبيرة، وخاصة أنه ده أكبر معرض في المنطقة العربية أو في العالم كسوق للكتاب ومعرض الكتاب، فبالتالي طبعا بيعد العدة دايما بالإصدارات الجديدة اللي تخصه وإزاي يقدم نفسه لقرائه في مصر وقرائه في العالم العربي أو الزوار الأجانب اللي بيزوروا مصر في هذه الفترة. مسائل الدعم ودور الدولة معنا في أكثر من اتجاه. الاتحاد كان بيحصل على دعم مالي من وزارة الثقافة على أساس أنها الجهة اللي تتولى الإشراف الإداري على الاتحاد. كان توقف لفترات طويلة، إنما عاد منذ 3 سنوات الحمد لله، ويمكن أعتقد أنه في الفترة الجاية أتمنى أن يكون في زيادة. عدد الناشرين اللي في مصر الآن يزيد عن 1200 أو 1300 ناشر مسجلين في الاتحاد، اللي بيحاول أنه مشاركة في المعرض. أعتقد السنة دي ممكن نوصل لحوالي 1000 ناشر إن شاء الله، اللي هو من يرغبوا. تقريبا استوعبنا كل الطلبات، حتى الناشرين الجدد اللي هو صغار الناشرين لسه مسجل قريب في الاتحاد وحصل على العضوية، وعدد إصداراته لا تصل إنه ياخد جناح كبير. في إعداد بقى اللي هو دورات تدريبية، احنا عملنا دورات في الشمول المالي قدمتها وزارة المالية عشان التحول الرقمي، في دورات لتعليم لغة، في دورات في صناعة النشر، في الإخراج والطباعة وغيره. في منصة إن شاء الله بنعملها وأتمنى تخرج قريب لخدمات الناشرين المتنوعة ولتسويق الكتاب المصري. ده يعني المشاكل وبعض الحلول اللي احنا يعني نراها من خلال الممارسة العملية.